السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. الأسبوع الماضي كنا جايبين أغصان الحبق البري وغرسناها، الآن راح نشوف هذه الأغصان بدأت تعطي. طبعا الشخص اللي يشوف المشهد الخارجي راح يعتقد أنها عطشانة، وهذا غير صحيح. للأسف يعني جو الرياض كالمعتاد، يعني دائما غبار، هي موجودة في السطح، فبلا شك انها راح تغبر. شوفوا، بمجرد بس امسح كذا راح تخرج، انه الارض رطبة شايفين، ولكن الطبقة العلوية تبين انها ناشفة. طبعا هذا الحوض الاول الحمد لله نجح في مجموعة احواض، ولكن ننتظر يعني تقريبا خلال اسبوع الى 10 ايام الى اسبوعين ونشوف النتائج لعموم الشتلات. ايضا عندنا الحوض الثاني، هذا تشوفوا ما شاء الله بدأت النموات الجديدة للحبق البري. ايضا هذا في مجموعة، طبعا المجموعة هذه كاملة كلها انا وضعت فيها الحبق البري اللي جبته، بعضها انطلقت وبعضها لا زالت. انتم عارفين انه الاساس انها كانت مجموعتين، المجموعة الاولى كانت قديمة اكثر من 24 ساعة مضى عليها، ومجموعة كانت 6 ساعات. راح أضع لكم الرابط أسفل الفيديو بالنسبة للإخوان اللي في اليوتيوب، اللي على الانستغرام ممكن تراجعون الدروس السابقة. أيضا لاحظوا هذه بدأت تخرج، طبعا زي ما قلنا لكم هي في السطح في مظلة فقط، تجيها الشمس بداية النهار فقط، وما ليست في بيت محمي. هذه ايضا جديدة بدأت تخرج، زي ما قلنا لكم هي مجرد اغصان ريزومية فقط. لما تراجعوا الدرس السابق راح تفهمون، اللي يعني ما شاف الا الدرس هذا فيراجع السابق. ايضا هذه لو تلاحظون بدأت تعطي. الغبار يعني نوعا ما ممكن نقول اثر شوي، لكن ان شاء الله يعني قادم الأيام راح تكون أفضل. زي ما قلنا لكم هي ليست عطشانة، لاحظين مجرد بس الحفر البسيط، وضعت في كذا تربة، تربة خليط، تربة بيتموس الحالة، تربة ألمانية الحالة، نوعت وكلها جيدة الحمد لله. أيضا هذا بني كام، أعتقد أنه برازيلي، وما شاء الله جيد. أنا ما وثقت الدرس هذا في اليوتيوب ولا في الانستغرام، ربما في السناب فقط حطيناه هنا وبدأنا نرويه، وضعه جيد ما شاء الله، نمو ممتاز. زي ما قلت لكم هو في مظلة، يعني يجيه الضوء فقط تقريبا يمكن 2 أو 3 ساعات أول النهار، وباقي النهار هو تحت المظلة. هنا أيضا فيه حبق بري بذور فقط ونعناع، راح نشوفه الأيام القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم، كل ما تحاول كل ما تحصل على معلومات أكثر. نرجع مرة ثانية، أيضا الحبق البري احنا كنا نتكلم عن هذه، وما شاء الله اتضح انه جنبها واحدة هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم، راح نصورها إن شاء الله بعد أسبوع تقريبا ونشوف وين وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.